أهلا بكم إلى السابعة وفيها. بعدما يقارب الشهر على اختطاف الشيخ نادر العمراني، المباحث العامة تعلن على لسان أحد المتهمين مقتل الشيخ. أمهات في عمر الطفولة، بحث يتناول مخاطر زواج القاصرات بعد تحوله لظاهرة في ليبيا، واليونيسيف تحذر من الظاهرة. ليبيا 2030 شعار معرض ينطلق الأسبوع المقبل ضمن برنامج للتعريف بما يعين الشباب في سوق العمل. أريد في هذه العجالة أن نزف بشرى لشعبنا الليبي الكريم بصدور قرار من المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. بفضل الله جل وعلا هذا القانون أو هذا القرار كلف من خلاله مجموعة من أهل العلم ومن الخبراء الفقهاء في الشريعة وفي القانون لدراسة القوانين السارية المعمول بها في ليبيا ومراجعتها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا لا شك أنه مطمح يطمح إليه كل مسلم. نسأل الله أن يوفق هذه اللجنة. اللجنة بفضل الله جل وعلا عقدت اجتماعات، وهي إلى اليوم عقدت اجتماعين تدارست فيه آلية عمل هذه اللجنة والطريقة التي ستعمل من خلالها في مراجعة هذه القوانين. نسأل الله الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يلخص بعضا من عمل الشيخ نادر الذي سخره لدينه ومجتمعه. ومع ذلك وبعد ما يقارب الشهر على اختطافه، نشر جهاز المباحث العامة فيديو لشخص يعترف بمقتل الشيخ ويتهم بعض الأسماء بذلك. وقد ورد في اعتراف المتهم المنشور أن جثة الشيخ مدفونة في منطقة سباعة، ولم يتم العثور على جثة الشيخ نادر بعد. حادثة الشيخ نادر تمثل سابقة في مدينة طرابلس، ليس لقيمة الشيخ نادر العلمية فقط، بل لأن مثل هذه الحادثة قد تؤسس لمرحلة خطيرة يتخوف بعض قراء المشهد الليبي من تكرارها، خاصة وأنها تتشابه إلى حد كبير مع بداية سيناريو تدمير بنغازي. مشاهدينا، حاولنا التواصل مع جهاز المباحث العامة للمزيد من المعلومات، ولكن للأسف لم نتمكن من الوصول إليهم. إذن مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل. نناقش إيجابيات وسلبيات زواج القاصرات في المجتمع الليبي بعد تحوله إلى ظاهرة. أهلا بكم. أمهات في عمر الطفولة، عنوان بحث علمي قام به أحد الباحثين الليبيين. وسبعون ألف حالة وفاة سنوية رصدتها اليونيسيف لأمهات لم يتجاوزن 18 على مستوى العالم فقدن حياته أو حياتهن في فترة النفاس. بعد هذا التقرير نناقش مع الإخصائي في علم الاجتماع ظاهرة الزواج المبكر التي أصبحت تجتاح المجتمع الليبي. فتيات في عمر الزهور يرسمن في أخيلتهن أحلاما عذرية عن مستقبل ندي الملامح وغد وردي الشرفات، إلا أن أجراس المدارس تقطع هذه المرة عذوبة الحلم إلى واقع يطل من تغاريد الأمهات، معللة عن باكورة مراسم الفرح وانقطاع مسيرة الدراسة والتحصيل العلمي. فزواج الأطفال يعد بمثابة عادة اجتماعية في بعض المجتمعات الإفريقية ولا سيما العربية، منها تلك التي تشجع على الحمل في سن مبكرة وتفضل تعليم الأولاد على البنات، كما أنها تعتبر الزواج رؤية استراتيجية للبقاء الاقتصادي ووسيلة للحد من الأعباء الاقتصادية عليها. أمهات في عمر الطفولة،
هو عنوان البحث الذي تعهده عبد السلام المنصوري بالتعاون مع عدد من الأكاديميين وجمعية النفير بجبل نافوسة، والذي أورد فيه جل مشاهداته وتوصياته عن هذه الظاهرة. في سنة 2014 و2015 تم درت استبيان وتم توزيعها على حوالي 90 طالبة، طالبات يعني فتيات القاصرات في المدارس. تم في عدة أسئلة تم الإجابة عليها القاصرات، إلى أن سؤال لفت انتباهي هو قلة الوعي الثقافي للمجتمع. قلة الوعي أن الإجابة لقيتها حوالي 89%، يعني نسبة ضئيلة كبيرة. يعتبر بعض خبراء الاجتماع في ليبيا أن زواج القاصرات سبب مباشر للطلاق، وبحسب تقرير لليونسف عن وضع أطفال العالم لعام 2009 تتعرض الفتيات اللائي يتزوجن في مرحلة الطفولة لمخاطر العنف والاعتداء والاستغلال، الأمر الذي يؤدي إلى الانفصال عن الأسرة والأصدقاء، والتي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على رفاه الفتيات عقليا وبدنيا. تعمل بعض مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا على رفع سن الزواج من خلال رفع مستوى الوعي والمناقشات الاجتماعية على المستويات المحلية والوطنية، كما ينتظر أن تساعد الجهات الحكومية على تعزيز التشريعات والسياسات والخدمات الوطنية. خصوص أن ولي الأمر هو المسؤول على زواج الفتاة أو بنته بالأحرى، فالقانون أن ننظر لها في يعني في طياتها من داخل تندر بخطورة، لأن ما نوهش على أي حقوق لها أن هي تقول مثلا موافقة أو مش موافقة، يعني مش ذاكر أن هي بموافقة صاحبة الشأن. هذا أول شيء. الشيء الثاني أنه هو قال لك يجوز من 18 سنة فما فوق، بس رجع تاني قال اللي ولي الأمر الحق أنه هو يزوج بنته، فقد يكون القانون صراحة صعقنا، لأن الولي الأمر من يكون؟ قد يكون العم، قد يكون الخال في غياب الأب، قد يكون شخص غير سوي في العائلة هو يكون ولي أمر، قد يكون خاو لكن ما يكونش هو اللي سوي بالزوج. ورغم اختلاف الأسباب الناجمة عن الزواج المبكر، إلا أن أبرزها يبقى العامل الاقتصادي، الأمر الذي يقع الأبناء ضحيته طيلة أيام حياتهم. كما أنه بحسب اليونسف فإن الوفيات النفسية المرتبطة بالحمل والولادة تعتبر عنصرا هاما لوفيات الفتيات اللائي يتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما في جميع أنحاء العالم، وتتسبب في 70,000 حالة وفاة سنويا، بما يستوجب بالضرورة سن التشريعات التي تساعد في حماية هذه الفئة للحد من تزايد الظاهرة. ينضم إلينا عبر الهاتف الأخصائي الاجتماعي ساسي موسى. سيد ساسي أهلا بك. السيد ساسي موسى إن كنت في الاستماع أهلا بك. أنهى المكالمة. إذن انقطع الاتصال مع السيد ساسي موسى الأخصائي الاجتماعي. إذن مشاهدينا نحاول الاتصال بسيد ساسي موسى الأخصائي الاجتماعي للحديث عن هذا البحث الذي قام به أحد الباحثين الليبيين، وعنوانه بأمهات في عمر الطفولة، للحديث عن ظاهرة ما يسمى بزواج القاصرات أو الزواج المبكر في ليبيا، حيث أيضا أن اليونيسف يعني أصدرت تقريرا وذكرت رقم كبير وهو 70,000 حالة وفاة سنويا رصدتها لأمهات دون سن 18. نحاول الاتصال بالسيد ساسي موسى عبر الهاتف الأخصائي الاجتماعي إن كان معنا. إذا مشاهدينا الكرام انقطع الاتصال ولم نستطع التوصل إلى السيد ساسي بعد الفاصل. ليبيا عام 2030، رؤية يحاول معرض مسارات رواد الحياة استشفافها. أهلا بكم من جديد. يسعد منظمو معرض مسارات رواد الحياة لإطلاق رؤية لليبيا بعد 14 عاما من الآن. المعرض الذي يهدف ضمن برنامج للتعريف بما يعين الشباب في سوق العمل.
حول هذا المعرض المرتقب ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس المشروع صهيب بسيطة. سيد صهيب في البداية أهلا بك. أو عبر الأقمار الصناعية سيد صهيب. أهلا أهلا بك. في البداية يعني سيد صهيب لو تعرفنا بفكرة هذا المعرض وأيضا الأهداف من هذا المعرض والجهات المستهدفة وكذلك المشاركين والمنظمين لهكذا معرض وهذه الرؤية لسنة 2030 لليبيا. أولا السلام عليكم، كيف الحال؟ عليكم السلام. قبل ما نخش وقبل كل شيء في المعرض، احنا عندنا مشكلة في ليبيا، مشكلة ان الطلبة المقبلين على التخصص الجامعي عادة ما يحددوا في مستقبلهم قبل ما يعرف الخيارات المتاحة قدامه. يعني عادة ديما الخيارات هذه، الخيارات المستقبلية، الخيارات اللي تتم على المدى الطويل، عادة يحددها نتيجة لأهواء ناس أو ولي أمره أو أحد من أقاربه، عادة ديما لجهل السن هدية بالخيارات المتاحة قدامه. هذا يؤدي عادة ديما إلى أن الطالب يخش لمجال هو عادة ما مش رغبته أو يعني مش الحاجة اللي هو يحب يديرها، فهذا ينتج عليه إنه يقرأ في حاجة ما عندهاش عليها فما يتميزش بالتالي. عادة الطلبة ما توجه المجالات اللي تبدأ معروفة واضحة زي الهندسية، مجال الهندسي ومجال الطبي. فكرة المعرض إن إحنا نبو نوضحوا أهمية الوظائف، يعني إحنا انطلقنا أول حاجة في رحلة إن من شهر 4 حصرنا الوظائف في مدينة طرابلس مبدئيا. شفنا كل كلية شن مخرجاتها، شن المسميات الوظيفية متاعها، شن تعريف الوظيفة، شن أهميتها. من هنا بدأنا أن احنا حبينا نعرف بكل وظيفة وأهميتها الاجتماعية. يعني في فكرة سائدة أن مثلا المهندس أو الطبيب هو الأكثر رتبة من غيره، احنا الفكرة هذه نبغى نغيروها، هذه فكرة قديمة شوية. حاليا المهندس ما يقدرش يشتغل من غير أخصائيين، ما يقدرش يخدم من غير تقنيين، ما يقدرش من غير حرفيين. فنبغى نوضحه ونسلط الضوء على كل وظيفة. فكرة المعرض ينقسم إلى أقسام. أول قسم حيكون التعريف بالوظائف هدية، حاولنا نجيب طريقة تبدأ قريبة شوية إلى السن اللي احنا نحاول نستهدفها. بعد ما يتعرف على مجموعة كبيرة من الوظائف، حاليا احنا حاولنا نحصل إلى من 100 إلى 120 وظيفة في المعرض هدايا. ينتقل للجناح الثاني اللي هو جناح المؤسسات التعليمية. شفنا احنا مؤسسات التعليمية في مدينة طرابلس. أول حاجة بدأنا بجامعة طرابلس، عندنا 19 كلية، عندنا تقريبا 4 كليات خارج جامعة طرابلس و4 معاهد مشاركين معنا حاليا في المعرض. حبينا نعرفوا كل وظيفة وين ممكن يقرأ، وشن اختلاف بين مؤسسة مؤسسة. احنا وفرنا أجنحة لكل مؤسسة تعليمية بحيث ان هي تعرف بها، يعني شن الفرق بين كلية وكلية، شن الفرق بين كلية والمعهد، شن الدرجة العلمية اللي تخرج بها الطالب متاعهم. نعم. بعد القسم المؤسسة التعليمية في قسم أخير، أو هو القسم اللي مختص شوية بالفئة العمرية الأكبر شوية اللي هي يبدأ قبيل التخرج أو خريج. عندنا ظن خطأ أن الشخص اللي يتوظف في مؤسسة حكومية هو شخص ناجح حلبة. يبدأ حلم شخص من لما يخش جامعة أنه يتوظف في شركات حكومية. احنا حاليا الحكومة الليبية يعني على عبء كبير ان هم كل شخص. طيب سيد صهيب، نعم، يعني ذكرت سيد صهيب المؤسسات التعليمية واختيار التخصص المناسب من قبل الطلبة، كذلك ذكرت يعني وظائف وأيضا رؤية ليبيا ل 2030. كيف ستكون تنفيذ هذه الفكرة؟ هل ربما سوف يتم اختيار ربما نماذج معينة والاستمرار في متابعتها إلى سنة 2020 من التعليم وحتى الوظيفة؟ احنا الرؤية متاع 2030 حاولنا ان ليبيا نحن بها احنا اليوم نبون وصلوا لها في 2030. عندنا ممكن اكثر من خطوة او اكثر من مسار ان احنا نديروا الحاجة هدية. احنا بدنا باول فكرة هي فكرة المعرض هدايا. حاولنا ان نوضحوا ان نبو ليبيا تكتفي ذاتيا. احنا عندنا مجالات كبيرة في ليبيا ومجالات مهمة المسيطر عليها فيها حاليا هو ديما فئة اجنبية. عادة ديما هو المواطن الليبي يتوقع ان هي يعني مجال او مهنة مش لائقة، بس هي في الواقع هي المهن المحتاجتها حاليا ليبيا. ف رؤيتنا 2030 ان اول حاجة ليبيا تكتفي ذاتيا، يعني احنا ماش نعتمدوا على الاجانب بصورة كبيرة زي ما احنا صيرنا توا. يعني احنا شفنا توا لما مثلا نسحبوا الاجانب من عندنا بدت نواجهوا في مشاكل في اكثر من مجال. لما واجهنا المشكلة هدية وحسينا بصعوبتها بدوا حاليا توا انهم هم يتوجهوا لها.
زي المجالات الحرفية. فزي ما قلت يعني رؤيتنا 2030 تبدأ بخطوة، الخطوة هذه احنا حبينا ان هي تكون معرض هذا واحدة من يعني معرض يحاول وجه اكثر من رسالة، سواء كانت للشريحة المستهدفة اللي هي من عمر 15 الى 25، سواء للأولياء امور، سواء الى الاقارب، سواء الى يعني بصفة عامة حاول نوجهها الى الى المواطنين كلهم. كذلك احنا نحب نوصلوا رساله للعالم اللي خارج ليبيا، اللي يشوف في ليبيا من برا راهو ليبيا مش كلها صراعات، ليبيا مش كلها نزاعات، مش كل شخص يحلم ان يكون بالسلطه. طيب سيد صهيب، نعم يعني عن هذا المشروع، هو مشروع كبير ويعني فتره طويله حتى 2030، هل هنالك ربما جهات مشاركه وتدعم هذه الفكره وهذا المشروع؟ طبعا يعني، وايضا نعم تفضل. طبعا احنا عندنا عدة رعاة للموضوع هدايا وبصفة عام يدعموا في اتحاد الطلبة في نشاط الطلابي. عندنا جامعة طرابلس عون كبير لنا، توفرنا وتسهلنا في الحاجات. في المشروع هذا معنا مجلس بلدية طرابلس المركز، كانوا متعاونين معنا هلبة، وفرونا اجراءات وحاولوا يسهلونا شوية وقربونا الحالات اللي احنا ما نقدرش نوصلولها. عندنا طبعا الرعاة اللي ساهموا في انجاح الحاجة هدية، زي ما عندنا الراعي القناة قناة النبأ، عندنا الراعي شركة الواحة لتنظيم المعارض، عندنا الراعي اللوجستي، حتى هو الراعي هيئة العامة للمعارض، حتى هي يعني وفرت لنا البيئة اللي احنا حنديروا فيها المعرض هدايا، وان شاء الله يعني حنستضيفوا فيها الزوار. نعم يعني، لكن هل سيكون هنالك التزام؟ يعني هل تتوقع التزام بهذا البرنامج من الآن وحتى سنة 2020؟ 2030 قد يكون. يعني ان احنا كمعرض هذا قصدك كتنظيم سنوي، يا ريت، لان احنا يعني شريحه هديه كل سنه حتخش ناس جديده، بتتخصص ناس جديده، فما دبينا احنا نوصلوا لها الفكره هديه. الهدف اللي احنا نبوه بعيد المدى ما هوش قريب المدى، فما دبينا يعني لو الجيل هذا فهم يعني او يعني الاشخاص اللي بتخصص السنه هديه وصلت لها المعلومه بنسبه 10% السنه اللي بعدها اكثر، في الاخير الطالب هذا حيكون ولي امر، قد تكون هذه بذره زرعناها فيه بان يعني يشجع الطلب او الابناء انه هو يكون يتبع رغبته، معش احنا نبوا الطالب يتبع هواء اولياء اموره، بالذات في الحاله دي لان يختلف شخصيه انسان عن شخصيه انسان اخر. نبوا لما تشتغل في حاجه او تتخصص في حاجه انت فعلا تحبها، انت فعلا لما تحبها حتتميز فيها. نعم، سوف تكون النبأ ايضا في مواكبه هذا المعرض عبر برنامجي يوم جديد والسابعه، على اعتبار انها الراعي اللاتيني والاعلامي. شكرا جزيلا لك السيد صهيب صيطه نائب رئيس المشروع. السابعه انتهت، الى اللقاء.